من حاز العلم وذكره صلح دنياه وآخرته. من حاز العلم وذكره صلح دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فمرحبا بكم إخواننا إلى هذا اللقاء الذي يتجدد، ونسأل الله أن ينفعنا كل ما نسمع ونعمل. والاختيار في هذه الليلة وقع على كتاب بداية الهداية للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى. قالوا هذا الكتاب كتبه بعد الإحياء، فإذا كانت الخيرات قد اجتمعت في الإحياء وكانت في حياة الأرواح، فقد كتب هذا الكتاب في نهايات هذه الحياة المليئة بالتهذيب والتربية. ومن هنا يتبين أن هذا الكتاب من أفخم الكتب في التزكية. ووقع اختياري في هذا الكتاب على هذه الجمل القليلة في حروفها النافعة في مضامينها، وهو يتكلم في القسم الثالث من هذا الكتاب تحت عنوان القول في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق والخلق. الذي يلفت النظر قوله: اعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل في حياتك وموتك، هو ربك ومولاك وسيدك وخالقك. هذه الكلمة أثرت فيا، فأنا عندما أسافر أستذكر فيما أستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر. إذا استحضرت أن ربك تبارك وتعالى هو صاحبك، وهو الذي لا يغيب عنك، وهو القائم عليك، وهو الممد لك، وهو الراعي لك، فكيف سيكون حالك مع مولاك؟ كيف سيكون حالك مع هذا الخالق البر الرؤوف الرحيم؟ فلا شك أنه ينبغي أن يكون منك هذا الأدب اللائق مع من لا يفارقك، لا في يقظتك كما قال، ولا في منامك، ومهما ذكرته فهو جليسك، إذ قال تعالى، أي في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه والله مشهد عظيم أن أستحضر أني جليس الحق. كان أحد الأخيار من سادتنا في حضرموت يوقع كتبه بقوله، يعني بخطه: جليس الله. لا إله إلا الله، شأن كبير، جليس الله، لأنه قال: أنا جليس من ذكرني. فإذا كنت ذاكرا ذكرا حقيقيا مستحضرا لمعاني ذكرك، فإنك مجالس للحق تبارك وتعالى. إننا عندما نطالع هذه الكلمات وشجون هذه الصحبة، فإنه يداخلنا والله حياء عظيم من هذا الرب العظيم. من أنا حتى أكون جليس الحق؟ من أنا حتى أكون تحت نظره وكلاءته؟ فهو الذي يكرمني بعد أن أوجدني، لا يتخلى هذا المدد عني، فأنا مقرون بهذا المدد ما دمت في هذه الحياة، فالأزدد أدبا معه، والأزدد صلة به، والأزدد تعويلا عليه، والأزدد أنسا به، وهذه ليالي التكريم من الرؤوف الرحيم.
هذه ليالي العطاء من رب الأرض والسماء، فلنقبل على هذا الإله الذي ما أوجدنا إلا ليسعدنا، ما أوجدنا إلا ليكرمنا. اللهم أكرمنا بما تكرم به خاصة عبادك يا رب العالمين، وامنحنا مزيدا من التعظيم لك والأدب معك، فإنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. من حاز العلم وذكره صلح دنياه وآخرته، من حاز العلم وذكره صلح دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة.